هنبدأ بالسبونج كيك أو الكيكة الإسفنجية اللي إحنا بنستخدمها للتورتات. هنعمل بالفانيليا، وإذا أنتوا عايزين بالكاكاو هتشيلوا معلقتين من الدقيق وتحطوا كاكاو خام، هتطلع لكم بالشوكولاتة اللي أنتوا عايزينه براحتكم. طيب المقدار ده هيعمل الصينية اللي قدامكم دي، اللي هي صينية مقاس 20 تقريبا وارتفاعها مش كبير قوي. لو عايزة الارتفاع أكبر هضاعف الكمية في نفس الصينية. العادي إن أنا لما باجي أعمل تورتاية بعمل المقدار ده في مرتين في صينيتين، فبيطلع لي الارتفاع اللي انتوا شايفينه ده لتورتاية الضعف. بحط طبقة من تحت ونفسها تاني طبقة من فوق. ده العادي لما لو انا هاجي اعمل تورته يعني في البيت هعمل كده، هعمل المقدار ده في مرتين في صينيتين مقاس بعض وهحطهم فوق بعض طبقتين. اوكي، اذا انتوا عايزين نصها يبقى شوكولاته ونصها يبقى فانيليا، بعد ما بخلص بقسم وباخد في جزء معلقتين من الكاكاو وبحط في صينيتين، صينيه فانيليا وصينيه بالكاكاو، وبعدين لما باجي اعمل التورتايه بقسم الاثنين فانيليا احطهم فوق بعض في جنب، وبقسم الشوكولاته وبحطهم فوق بعض في جنب، فبتبقى نصين برضو. ده لو انتوا حابين انها تبقى نصين. طيب المقدار اللي هيعمل لي صينيه واحده الارتفاع ده الحجم ده، عايزه حجم اكبر هضاعف الكميه، عايزه طبقتين هضاعف الكميه وهحطهم على صينيتين. اوكي، 6 بيضات مفصولين الصفار عن البياض، كوبايه سكر هنفصل عشان نصها هنحطه مع الصفار ونصها هنحطه مع البياض، كوبايه دقيق عليها رشه الملح اهي على طول كده، رشه الفانيليا، بصي اهي اهي اهي، ولا تزعلي نفسك، بصي اهي اهي، ما تزعليش ما تزعليش، هجيب بقى رشه الملح. شوفي الواحد ساعات بيتسرع برضو. اهي 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 رشه الملح اهي، ما تزعليش ما تزعليش نفسك، وادي بقيه الملح. رشه فانيليا. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هحط الفانيليا على الصفار. قلتي ايه بقى عندنا ايه بكره؟ اتفضلي. ايه بقى؟ طيب بكرة إن شاء الله عشنا وكان لنا عمر عندنا في الهوى من المنتجات البيتي، هنعمل مرقة مكعبات المرقة، وهنعمل هندمس فول وهنعمل زبادي. طيب حطيت هنا صفار 6 بيضات معاهم رشة فانيليا، وهحط هنا بياض 6 بيضات وهحط معاهم رشة ملح، وهبتدي أشغل الاتنين يتضربوا مع بعض، بس بعد ما ناخد نرمين عشان نقدر نسمعها وتسمعنا. يا نرمين. يا ميرة عاملة إيه؟ أهلا وسهلا، أخبارك إيه؟ الحمد لله حبيبتي. الله ينور عليك يا أميرة. الله يخليكي يا رب، ربنا يبارك فيكي يا رب ويبارك في وقتك يا أميرة. اللهم أمين، وفيكي وفي كل حبايبك يا رب. ربنا يخليكي يا أميرة، تسلمي. أنا بس كنت محتاجة وصفة الزبيب يا أميرة. الزبيب، حاضر، عينيا. وتسلم ايديكي على كل، عيني، تسلمي حبيبتي، تسلمي لي. حاضر، هقول لك وصفه الزبيب وهجاوب على مدام يسر في التورتايه اللي بالقرفه حالا دلوقتي. صفار 6 بيضات مع الفانيليا، بياض 6 بيضات مع رشه الملح. ثواني بس عشان تسمعوني، انا هبتدي دلوقتي انزل بالتدريج. هنا دي كوبايه سكر على مقدار ال6 بيضات، في رشه فانيليا مع الصفار ورشه ملح مع البياض، وفي كوبايه سكر هتتقسم بالنص بالتدريج، هتنزل على البياض وبالتدريج هتنزل على الصفار. هرجع اشغل عشان مش هتعرفوا تسمعوني كويس.
كويس جدا. دلوقتي بدأ يبقى البياض فومي زي ما انتوا شايفين، الصفار كمان بدأ يفتح ويبقى نافش أكتر. عندي كوباية من الدقيق عليها رشة الملح، كوباية الدقيق دي ممكن أشيل منها معلقتين وأحط معلقتين من الكاكاو الخام فبقت بالشوكولاتة، ممكن أحط عليها معلقة قرفة كبيرة فبقت تورتاية بالقرفة زي ما طلبت مننا مدام يسر، ممكن أحط معلقة من القهوة سريعة الذوبان بقت بالقهوة، ممكن أحط نعملها بطعم ايه تاني، بشر برتقان فبقت بالبرتقان. طيب السبونج كيك اللي انا بعملها ما فيهاش زيت، ما فيهاش زبده، ما فيهاش سوائل، في طرق تانيه وكل الطرق صح وكل الطرق حلوه، لكن كل واحد بياخد الطريقه اللي بيستريح لها اكتر او بيحبها اكتر، ومع ذلك انا طبعا كل مره بحاول اعمل طرق مختلفه، لكن الطريقه دي هي الطريقه المعتمده بالنسبه لي. انا دلوقتي هبتدي اعمل ايه، هشغل تاني شويه اول ما يرتفعوا اكتر، هبتدي انزل الدقيق على الصفار وبعدين هبتدي اخد البياض عليهم واحده واحده. يلا ننزل بقى الدقيق بالقرفة برشة الملح على الصفار. نقلل بس السرعة شوية عشان ما نتردمش. ريحة القرفة خطيرة. خلطت كله ببعضه، اتأكدت ان كل حاجة تمام، هقوم موقفة هجيب سباتولا هقلب كل المقدار من تحت لفوق كويس جدا علشان اتأكد ان مفيش اي نوع من انواع الدقيق لوحده، يعني مش مختلط مع الكيك. هقوم جايبة ويسك وهبتدي أعمل فولدنج أو أدخل البياض بالراحة جدا من تحت لفوق في الصفار علشان أحافظ على الهواء اللي أنا دخلته جوه الكيك. فآخد جزء، أول جزء ده ممكن أضربه بسرعة مش مشكلة أهو لحد ما يخفلي القوام بتاع الصفار. فأول طلعة دي يعني أول جزئية دي مش مشكلة أهي. خلاص بعد كده بقى ابتدي أدخل بحرص. أدخل وابتدي بقى بالراحة خالص أفولد من تحت لفوق وأديله مساحته ينزل، وتاني وبالراحة خالص أهو علشان ما طلعش الهواء اللي انا دخلته في الصفار وفي البياض. واحنا بنعمل العمليه دي بقى بالراحه خالص كده اشرح لكم بقى التسويه. اولا السبونج كيك والباوند كيك والانجليش كيك اللي احنا عاملينهم النهارده بيتشالوا في الفريزر، فممكن اعملهم وكيسهم كويس جدا وادخلهم الفريزر لوقت الاستخدام. الانجليش كيك والباوند كيك ممكن تعملوها في كب كيكس، فتقوموا لما تيجوا تطلعوها للولاد للمدرسة تطلعوا قطعة بقطعتها، أو تعملوها في قالب كامل وتحطوها في الفريزر وتطلعوا تقطعوا منها وتدخلوها تاني الفريزر، فكده نقدر نعمل كمية أكبر فتبقى واقفة واحدة، وبعدين أبتدي أستخدم منها حسب ما أنا محتاجة. فده ممكن وده ممكن. طيب التسوية، بشغل الفرن على 180. يعني ايه 180 للي ما عندهمش درجات؟ يعني متوسط
لعالي، متوسط لعالي، رايح للعالي بس ما راحش. بشغل الفرن قبلها بربع ساعة مش أقل من كده. بدخل الكيكة أول ما خلصها. ليه؟ لأني لو سبتها برة هيبتدي كل الهواء اللي أنا دخلته جوه البيض ينزل، وأنا ما عنديش بيكنج باودر، فهيبقى مشكلة. فهندخلها على طول في ساعتها. مش هفتح على الكيكة قبل مرور 25 دقيقة، ولما افتح هفتح بسرعة جدا واقفل بسرعة جدا. الرف اللي في النص فوق مش شغال، تحت بس اللي شغال. المروحة شغالة إذا موجودة عندنا في الفرن. بعد مرور 25 دقيقة بفتح بسرعة وبقفل بسرعة، باخد خلة سنان في نص الكيكة، طلعت نظيفة، الكيكة بقت جاهزة. بطفي الفرن، بقفل باب الفرن واسيبها 5 دقايق. بعد كده أوارب باب الفرن واسيبها 5 دقايق كمان. بعد كده بطلعها على سطح مش سائع وغطيها بفوطة مطبخ نظيفة ومش مبلولة. بعد كده باجي أقوم سايباها. لو أنا بقى شغالة بسبونج كيك وهعمل منها كيكة تورتاية يعني، بسيبها من بالليل للصبح متغطية بالفوطة، وتاني يوم ببتدي أشتغل فيها. ليه؟ علشان ما تفرفتش مني وتبهدلني. آدي السبونج كيك، ولو قربته بالكاميرا هتشوفوا الهوا فيها عامل إزاي. يعني أعتقد هيبقى باين الفقاعات بتاعت الهوا بتاعتها رائعة. أنا هنا وأنا جيت جنبك، أنا كلمتك. ميرسي جدا، اشكرك. طب شفتوا فقاعات الهواء بقى بعد ده كله ولا ايه يعني؟ كل ده عشان قلت فقاعات الهواء. طيب على طول بسرعه جدا هقوم مدخله الكيكه، افتح بسرعه واقفل بسرعه جدا، حتى لو المخرج قال لي ما تقفليش اقفل. ليه بقى؟ علشان الهواء ما يطلعش بره والحراره بتاعه الفرن تنزل. طيب ايه المشاكل اللي بتحصل في الكيكه؟ المشاكل اللي بتحصل في الكيكه يا اما تبقى غامقه من بره وفاتحه جدا من جوه ومعجنه، ده الفرن عالي. يا اما تبقى عاليه من حته وواطيه من حته، توزيع الهواء بتاع الفرن والسخونيه بتاعه الفرن مش متساوي، او انا حطيت الكيكه مش في نص الفرن بالظبط، حطيتها يمين شويه شمال شويه جوه شويه بره شويه، اسنتر الكيكه في النص بالظبط واتاكد ان توزيع الحراره مظبوط في الفرن. بتشقق، شققت يبقى درجه الحراره عاليه جدا في الفرن. اخدت لون من بره وما استوتش من جوه يبقى برده الفرن عالي جدا. خلاص دي حاجات هناخد بالنا منها، هتطلع لنا احلى كيكه. اللي هيقف يعمل اكتر من واحده وباكتر من طعم زي ما قلت لكم، قهوه، قرفه، فانيليا، شوكولاته، شوكليت شيبس، شويه فاكهه مجففه، شويه فاكهه مسكره، برتقان، ليمون، كل دي افكار واشيلها. وممكن كمان تعملوا واحده بالبهارات اللي هي بنحط لها قرفه وجوز الطيب وجنزبيل مع الفانيليا، بتبقى برضو رائعه، وهكذا. واشيلهم في الفريزر واطلعهم وقت الاستخدام. الكيكه الاسفنجيه اللي احنا اصلا مجهزينها وسايبينها من امبارح للنهارده اهي، ثواني بس بسلكها. قسمتها 2. في العادي انا قلت لكم ان انا بعمل مقدارين في صينيتين نفس الحجم عشان اقدر اخد منها ارتفاع اكبر، لكن انا قلت بس هوريكم الفكره. الجناش اللي احنا عملناه مع بعض امبارح بالشوكولاته البيضاء استخدمنا فيه لكل كوبايه من الشوكولاته نص كوبايه من الكريمه السخنه، يعني الكريمه نص مقدار الشوكولاته، وممكن طبعا تبقى شوكولاته باللبن او تبقى شوكولاته خام. اوكي عملنا فيه ايه؟ بصوا بقى القوام اهو، انا مستنياكم اهو عشان بس ايه محدش يقول لي انت بتتسربعي. شكرا. بصوا بقى القوام هيبقى عامل ازاي اهو اهو اهو، شفتوا بقى قوام رائع وطعم رائع.
تحطوا له بقى شويه فانيليا، تحطوا له رشه قرفه لو احنا اوريدي عاملين الكيكايه بالقرفه فعايزين نزود طعمها، تحطوا له مكسرات، تحطوا له اللي انتوا عايزينه. انا هحط ايه؟ انا عندي شويه بندق عملنا حرقنا لهم شويه سكر وحطيناهم عليهم وبعدين كسرناه، بس هنقول للناس اوكي معلش هنقول ان احنا هننضفها حالا. هنقول للناس ان في هنا كراميل عشان ايه الاسنان وما تساعدوش يبقى واخد باله. ننضف بس ده وبعدين نكمل على طول. يبقى عملنا ايه بقى؟ جبنا نص كوبايه كريمه سخناها، نزلنا عليها كوبايه من الشوكولاته ايا كان نوعها، قلبناهم كويس جدا، سبناهم من بالليل للصبح مع الكيكه اللي سبناها من بالليل للصبح برضو، وبعدين عملنا لهم زي ما انتوا شايفين كده رائعه حلوه جدا جدا ما شاء الله. وبعدين هقوم واخده ده كده قافله بيه هنا، وهقوم جايبه شويه كريم شانتيه